هاي جايز، اليوم بدي اعلمكم كيف بدنا نركب المادرز داي 3 دي كوكي هاند باج. اول شيء انا عم بعمل هون تريمينج للسايدز، بس انتو رح توصلكم الباكج السايدز ما عملها تريمينج. بدنا نحط رويال ايسينج على البيس، نرجع نلزق السايد. فينا نعمل ديزاين قبل ما نركبها، منخليه ينشف وبيرجع منقدر نركبها، وفينا كمان to decorate it من بعد ما نحنا نركبه، يعني حسب انتو شو بتحبوا. فينا نستخدم كتير اشياء للديزاين، فينا نستخدم امندامز، مارشميلوز، سبرينكلز، حسب كل ولد شو بيحب. في كمان عنا المادرز داي بوكس، فينا نزينه بي اني واي بتحبوا، فينا نعبيه اني كايند اوف سويتس بدكم اياه. كمان مثل ما معودين مع ريانا سويت تريت كل شيء عنا بيضوي. ثانك يو.